والله المغسل خربان. اي والله خربان والله. كلم السباك يجي يصلح. ايش كلم سباك؟ سباك كلم لي وانت موجود صلح. كيف انا ابوي ما اعرف اصلح انا ما تعرف شغل اليوتيوب يعني سهل يعني شغل طيب يلا بشغل المقطع بشغل. السلام عليكم اعزائي سوف نعلمكم اليوم طريقه اصلاح المغسل. اولا اضغط زر السبسكرايب. الله ضغط سبسكرايب. لا لا قصده يعني نشترك في القناه. لا 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 تشترك لا تشترك نشوفه كل يوم يصلح مغاسل شوف. اي ما احتاج. ثانيا حرك المسمار الذي على اليمين. المسمار اللي على اليمين. حركه جيدا ثم حرك المسمار الذي على اليسار. المسمار يلا اليسار. ابوي يدق على السباك ابوي يدق على السباك. اذا ما في كل مكان ولا تستطيع حل المشكله. ايوه اسمع الحل هو ان تتابع المقطع الجاي بعد بكره. يا عمي خليني اعمل معك في كف الدار اصلحها يا عمي انا اصلحها. يلا تعال هات يا عمي هات هي كذا ها بس كذا ها شوف. مين هذا غبي يسوي كذا؟ مين هذا غبي يسوي كذا؟ هذا ولد الغبي يا شيخ ما يعرف يسوي شيء ابدا. الحين هذا مشكلة لازم يجيب شركة. كيف شركة؟ ما يحتاج شركة يا حبيبي خش اليوتيوب. يوتيوب كيف يوتيوب؟ لازم شركة هذا لازم. ما تعرف اطلع انا اصلح. هات 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 ه